हम उनके साथ घर पे रहते थे। अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे कान में भी तो बात जानी चाहिए थी। बात करते हुए हम कहीं तो सुनते, हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी। للأسف سياسة الهدم وسياسة البلدوزر هذه، أو بعض الناس يسمونها سياسة الجرافات في الهند، هي سياسة ممتدة منذ أيام الاحتلال الإنجليزي للهند، ولكن استعملتها الحكومة السلطوية في الهند في السنوات الأخيرة بشكل مبالغ فيه، يعبر عن أهداف حقيقية يتم استخدام هذه السياسة ضد المسلمين دون غيرهم. Thank you.